قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن خمس المدارس في اليمن مغلقة، ونحو 2 مليون طفل عاجزون عن الالتحاق بالتعليم بسبب الصراع المستمر منذ نحو 9 سنوات. وأفادت اللجنة أن 20% من المدارس الابتدائية والثانوية في اليمن مغلقة، وأن عدد الأطفال العاجزين عن الالتحاق بالمدارس هذا العام يتجاوزون 2 مليون. وأشارت اللجنة إلى أن قطاع التعليم في اليمن يعاني أزمة حادة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن منشأة تعليمية واحدة على الأقل من كل 4 منشآت تعليمية دمرت أو طالها ضرر أو استخدمت لأغراض غير تعليمية خلال سنوات الصراع الطويل. وكانت اللجنة قد حذرت في تقرير مماثل العام الماضي من حرمان الأطفال من التعليم على مدى سنوات ستكون له تبعات سيئة على المدى البعيد، نظرا للأهمية التي يكتسبها التعليم والدور المهم الذي يلعبه في مساعدة اليمن على التعافي والنهوض به بعد انتهاء الصراع. وكانت منظمة يونسيف قالت أن أكثر من 4 ملايين طفل يمني بحاجة إلى دعم للحصول على التعليم، وأن 20% من المدارس الابتدائية والثانوية بجميع أنواعها مغلقة. وقالت المنظمة أيضا أن مدرسين وطلاب لقوا حتفهم أو أصيبوا في حين كانوا يتلقون التعليم أو يدرسون في مدارسهم أو في طريقهم إليها، بينما اضطر آلاف المدرسين إلى ترك عملهم بسبب عدم صرف رواتبهم. من جهته أكد نائب وزير التربية والتعليم علي العباب في تصريحات صحفية أن جماعة الحوثي تسببت بخروج 2900 مدرسة عن الجاهزية التعليمية، حيث دمرت عدد منها بشكل كلي وأخرى جزئية، والبعض حولتها لثكنات قتالية لعناصرها أو مخازن لأسلحتها أو ورش لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة. وأشار العباب إلى أن جماعة الحوثي من خلال استهداف العملية التعليمية بتحريف وتجريف المناهج الدراسية واستهداف المدارس والمدرسين وتجنيد الطلاب والتسبب في إضراب المعلمين نتيجة قطع رواتبهم من قبل عناصرها تسعى إلى إيجاد جيل متخلف يتمكنون من تسييره كما يشاءون لخدمة أهدافهم الطائفية. وتعرض قطاع التعليم منذ الانقلاب الحوثي لانتكاسة كبيرة دخلت من خلاله العملية التعليمية في أوضاع ومعاناة وصفت بالكارثية نتيجة تواصل الجرائم الحوثية بحق هذا القطاع الحيوي.